السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. طبعا اليوم راح نتحدث عن ميزة تحديد الموقع الجديدة في الواتساب، وهي تستطيع أن تتتبع أي شخص على الواتساب أينما ذهب وكيفما ذهب من خلال مشاركة موقعه لايف، يعني بشكل تحديد الموقع بشكل مباشر. طبعا لتفعيل هذه الميزة في البداية يجب أن تنزل إصدار الواتساب البيتا الاصدار التجريبي وتشترك فيه، تنزل لاخر الصفحة وتضغط هنا على I am in. طبعا انا مشترك فيها فاصبحت بهذا الشكل. طبعا بعد ذلك طبعا ساريكم الان رقم الاصدار. طبعا الاصدار كما تلاحظون هذا هو رقمه 217381، اخر الرقم هو 381 حتى تتفعل لديك النسخة. طبعا بعد ذلك نتوجه الى الواتساب. طبعا اي مثلا هذا الجروب انا مشترك فيه، تضغط على ارسال مرفق في الاسفل ثم تضغط على لوكيشن. طبعا راح يقول لي فعل الجي بي اس، نقوم بتفعيل الجي بي اس. بعد ما تفعل الجي بي اس سأريكم مرة أخرى، ندخل إلى العائلة. طبعا سأحذف المشاركة هذه، ندخل إلى الجروب ثم نضغط على إرسال مرفق، نضغط على لوكيشن أو موقع. طبعا نضغط على الزر هذا شير لايف لوكيشن، مشاركة الموقع بشكل لايف مباشر، يعني يستطيع تتبع موقعك على الخريطة. نضغط عليه الآن، يطلب منا كما تلاحظون هذا هو موقع الخريطة، يقول لي هل تريد مشاركة موقع لمدة ساعة أو 8 ساعات أو 15 دقيقة، تختار مثلا الوقت الذي تريده ثم تضغط على أرسال. طبعا بعد ما نضغط على أرسال سيظهر لنا الرسالة، تظهر بهذا الشكل كما تلاحظون، تم أرسال الموقع على الجروب. طبعا أي شخص من الجروب يضغط على الصفحة ويستطيع مشاهدة موقعي كيفما تحركت على الخريطة لمدة 8 ساعات. طبعا يبقى أين كلما يدخل إلى هذا البوست يشاهد موقعي كيفما تحركت على الخريطة. طبعا إذا باقي أعضاء الجروب قاموا بتفعيل هذه الميزة من إرسال الموقع ثم لايف لوكيشن، عندما تدخل أنت أي عضو من الجروب، عندما يدخل على أي بوست من الجروب سيظهر لديه موقع جميع الأشخاص. طبعا موقع الأشخاص كيفما تحركوا على الخريطة، يعني هنا فقط موقعي كما تلاحظون. إذا باقي قاموا بإرسال بنفس الطريقة، قاموا بإرسال إلى الجروب كما أرسلت الموقع إلى الجروب، عندما أفتح البوست سيظهر لدي مثلا موقع الأشخاص، شخص هنا والآخر هنا، كيفما يتحركون سوف يظهرون لدي على الخريطة وتتبع موقعهم بشكل مباشر ضمن 8 ساعات إلى غاية 8 ساعات. طبعا هذه الميزة كما ذكرت لكم تستطيع أنت أن توقف المشاركة الموقع بالضغط على Stop Sharing، هنا الكتابة الحمراء طبعا نضغط عليها Stop. بهذه الطريقة لن يستطيع الآن الأشخاص معرفة موقعك على الجروب أو حتى الرسائل المحادثات العادية. أما الميزة هذه الممتع فيها بالنسبة للجروب، يعني أعيد وأذكر لكم، إذا قمت بإرسال مرفق ثم ضغطت على لوكيشن، طبعا بعد ذلك قمت بالضغط على هذا المستطيل لايف لوكيشن، طبعا هنا سينت ماي لوكيشن، هذه هي الميزة القديمة. أما مشاركة الموقع المباشر فتضغط على هذا الإشارة، هذه الدائرة الخضراء كما تلاحظون، وتحدد الوقت من الأسفل ثم تضغط على إرسال. طبعا بهذه الطريقة أي شخص من الجروب يدخل على هذا البوست سوف يشاهد موقعي لايف على الخريطة، ويستطيع إذا أكثر من شخص في الجروب أرسلوا وقاموا بهذا إرسال مواقعهم المباشرة، عندما تدخل على أي بوست سوف تشاهد جميع أعضاء الجروب كيفما تحركوا وأينما ذهبوا وأين هي مواقعهم إلى أن تنتهي مدة 8 ساعات، وهي مشاركة الموقع كما ذكرت لكم. طبعا تستطيع استخدامها ايضا في المحادثات الشخصية بنفس الطريقة، فقط تضغط على ارسال مرفق ثم تقوم بارسال موقعك. طبعا هذا كل شيء بالنسبة للميزة الجديدة، اتمنى ان تكونوا قد استفدتم، واهلا وسهلا بكم.